اليوم الحلقة الثانية لاستخدام أحماض الفواكه لنقشر وجنا، حنحكي عن أحماض الألفا هيدروكسي الAHA يلي وظيفتها أنه تفتح البشرة، توحد لونها وتخلص من التجاعيد لحتى ما يصير عنا تصبغات وما بين علينا العمر. خليكن معي تعرفوا كل هالتفاصيل. أهم شيء تعملوا قبل ما نكمل بهذا الفيديو أنه تتركوا بهذا القناة وتكبسوا على الجرس تعرفوا عن كل فيديو جديد كل نهار تنين لما تقفوا ولا حلقة عن هذا الموضوع. وكمان بليز تابعوني على الانستغرام بنفس الاسم skinfits لتشوفوا معلومات ما بتشوفوها على اليوتيوب. طبعا ما تنسوا أنه تحت كل فيديو بهذه القناة عندكم الدليل المجاني لتقشير البشرة باستخدام أحماض الفواكه، فيكن تشوفوا الرابط تحت وتحصل عليه مجانا. حنبلش بالموضوع بسرعة، مين حيستفيد من التقشير باستخدام أحماض الألفا هيدروكسي؟ أي شخص عنده بشرة شاحبة ما فيها نعومة، بتحسه ما فيها نضارة. أي شخص عنده بشرة معرضلة للحبوب، فيها تصبغات، البثور معلمة على هالبشرة، حيستفيد. كمان أي شخص بحس عنده تجاعيد أو خطوط صغيرة حيستفيد من أنه تخف هالتجاعيد وتخف هالخطوط الصغيرة. فإذا هالأشخاص حتستفيد من هالنوع من التقشير. مصادر أحماض الألفا هيدروكسي هي طبيعية، بس لأي منتج عم تستخدموه على بشرتكم حيكون المصدر تبعها حتكون هي منتجة بمختبر، لأنه حتكون بهالطريقة مستقرة وما بتحسس البشرة. فهلا أخبركم كل نوع من هالأحماض شو هو مصدره، بس دايما عرفوا أنه أي منتج عم تستخدمه ما حيكون هو طبيعي، حيكون مركب بالمختبر. وهذا الشيء منه سيء، ما تفكروا أنه أي شيء طبيعي هو بيكون أفضل للبشرة. في قصص بتكون طبيعية وبتضر البشرة، مثلا السم هو شيء أيام بيكون طبيعي بس بضر الإنسان. ما تفكروا أنه إذا استخدمنا شيء طبيعي يعني أنه هذا الشيء أحسن لنا. أيام بتكون قصص معمولة بالمختبر، هي مدروسة للإنسان وفي وراها بحوثات ومعروفة أنه هي أحسن لكم. فبليز دلكم منتبهين على هذا الموضوع. رح نبلش بحمض الجلايكوليك أو جلايكوليك أسيد مثل ما نحن نعرفه. هذا النوع من الأحماض هو مشتق من قصب السكر، وهو أكتر نوع من أحماض الفواكه في وراء نتيجة قوية وفي وراء كتير بحوثات ودراسات أنه هو عن جد فعال. فهذا بيعتبر هو أقوى واحد بينتهم كلهم. فعاليته هي قوية لأنه حجمه صغير، فإذا بيقدر أنه يفوت على البشرة بطريقة أحسن لحتى يقشرها، وكمان بيقدر أنه يرطب البشرة من جوا. فهذه هي فوائده لحتى يشتغل بطريقة أقوى من غيره. مفعوله كبير لأن حجمه صغير، حجمه كمكون هو صغير. هذا الشيء بيعني أنه بيقدر يخترق البشرة لجوا تيعطي مفعول أقوى. كمان هذا الشيء بيعني أنه حيقدر يرطب البشرة. كمكون حمض الجلايكوليك هو مرطب للبشرة، فبيقدر يسحب الماء لجوات البشرة لحتى يرطبها من جوا. هذا الشيء بيعني أنه هالمكون حيعطي أكتر مفعول بتقشير البشرة، بالتخلص من الخلايا الميتة، وهيدا الشيء حيطلع بشرة حتكون جديدة، حتكون ناعمة، حتكون كمان حتوحد لونها لأنه صار عنا كله على بعضه بشرة جديدة. لأنه هيدا النوع من الأحماض أكتر شيء بفوت على البشرة حيعطي أكتر شيء نتيجة. ولقيت دراسات أنه هيدا النوع بالتحديد حمض الجلايكوليك يقدر أنه ينتج الكولاجين بالبشرة، يلي بيعني أنه بس حيصير في كولاجين زيادة، يعني حتخف التجاعيد، يعني حيروحوا الخطوط الصغيرة على البشرة، حيصير عنا في بشرة صبية، بشرة جديدة. وهيدا الشيء يعني بين الأحماض كلها هو نوع الأحماض الوحيد يلي قدروا يثبتوا أنه قدر عن جد يحفز الكولاجين. طبعا تحفيز الكولاجين ما حيصير بين ليلة وضحاها، هذا الشيء بده صبر مثل ما بنحكي دائما بالعناية بالبشرة. للي بده يعرف قد ايه مفروض انطر لحتى لاقي نتيجة انتاج الكولاجين مع استخدام أحماض الجلايكوليك، حاعطيكم رقم بس ما تنصدموا، لازم تعرفوا انه حياخد وقت لحتى ينتج الكولاجين ببشرتكم، حيكون تقريبا 6 اشهر. فإذا استخدمتوا حمض الجلايكوليك لست أشهر بطريقة منتظمة حتلاقوا نتيجة بإنتاج الكولاجين. قبل ما نكمل بالأنواع الثانية من أحماض الفواكه، بهمني أنه أحكي عن أهمية النسب باستخدام هالأحماض. طبعا النسب هي كيف الدراسات بتفرجي شو حتلاقوا نتيجة لكل نوع من هالأحماض، بس كتير مهم أنه تعرفوا إذا أنتم بدكم نتيجة معينة ما ضروا تستخدموا النسبة العالية دغري. لازم تعودوا بشرتكم شوي شوي تتحمل هالنوع من الأحماض، وإلا حتصير عندكم مشاكل أكثر ما حتحلوا المشاكل تبعكم. يعني بلشوا مشكلة بتصيروا مشكلة تانية. فبليز
بلشوا شوي شوي اسمعوا لبشرتكم، شوفوا هي كيف عم تتعاون او ما عم تتعاون مع هالاحماض، وصيروا شوي شوي يزيدوا نسبة هالاحماض. ما تبلشوا دغري بي 20%، بتمنى منكم كتير. ما بدي يوصلني رسائل انه حرقت بشرتي بليز ساعدني، ابدا ما بدي يكون تحرقوا بشرتكم او تؤذوها، بدي تهتموا فيها تقدروا تغذوها وتساعدوها تصير احسن. بهمني قبل ما انصحكم باي منتج فيه هالمكونات انه اشرح لكم كل شيء مفروض تعرفوه عنا قبل ما نحكي بالمنتجات، بس اذا انتم منكم صبورين فيكم تشوفوا بالدليل تبع التأشير الموجود تحت كل فيديو في كم مثل لكم منتج. بس اكيد بالمستقبل حاعطي طبعا فيديو بيكون كامل لمنتجات ننصح فيها. فإذا إذا بدكم تختاروا أي منتج كتير مهم تعرفوا النسبة تبع أحماض الفواكه بهذا المنتج. إذا كان المنتج مش مكتوب عليه قد نسبته، على الأرجح بتكون نسبته بين 4-10%، هيدي النسبة بتعتبر قليلة، بتعطي إطلالة حلوة، بتغير شوي بالشحابة بالبشرة، بصير عندكم نضارة. هيدي النسبة بتكون هي تقريبا طبيعية وما بتحسس البشرة، فيها نستخدمها تقريبا يوميا وما حنلاقي مشكلة. بس طبعا دايما جربوا اي منتج على منطقة صغيرة من البشرة قبل ما تستخدموه بشكل يومي. اما للي عم يدور على نتيجة اكبر يلي هي انتاج الكولاجين او توحيد لون البشرة لحتى ما يصير في تصبغات، بقى لازم يستخدم نسبة اعلى يلي هي بين 10% و20%. بس مثل ما قلنا بليز بلشوا بنسبة قليلة وشوي شوي طلعوا النسبة العالية لحتى ما تحسوا بشرتكم، لحتى ما يصير عندكم لدغة قوية بتضلع على البشرة، لحتى ما يصير عندكم حكة على البشرة. لازم تبلشوا بنسبة قليلة وشوي شوي تعودوا بشرتكم على النسب العالية لحتى ما نحسسها، لحتى ما نأذيها، لحتى ما يصير عندنا احمرار، لحتى ما نحرق بشرتنا. فانتبهوا من هذا الشيء. هيدا النسبة من تقشير حتكون كتير قوية، حتكون تستخدم مرة بالأسبوع، إن كترت مرتين بالأسبوع. ما تستعملوا أكتر من هيك لأنه هتحسوا بشرتكم، يمكن ما تلاقوا أنه تحسست أول أسبوع أو تاني أسبوع، بس مع الوقت حيصير في تحسس. فبليز كونوا كتير صبورين وشوي شوي زيدوا للنسبة اللي بدكم إياها، وما تزيدوا استخدامه أكثر من اللزوم لحتى ما نأذي بشرتنا ونهتم فيها ونغذيها. أما النسب الأعلى بين 30% لـ 70%، هالنسب هي للاستخدام بالعيادة تحت إشراف الدكتور تبعكم. ما بنصحكم أبدا تشتروا أي منتج من أمازون أو إي باي في نسب هالقد عالية، لأنه لازم يكون هذا الشيء تحت إشراف الدكتور تبعكم، حدا اختصاصه هذا الشيء، ومثل ما قلنا بالعيادة بتكون ما بتستخدم بالبيت. وطبعا ما في لزوم ذكركم انه لازم تستخدموا واقي الشمس عند استخدام اي نوع من احماض الفواكه، ما مفروض تقفوا ابدا، حتى لو بعد اسبوع من استخدامه مرة لازم تستخدموا واقي الشمس. صيفا شتاء كل ايام السنة ما فيكن تقفوا ابدا استخدام واقي الشمس، او بتكونوا عم بتضروا بشرتكم اكتر ما عم بتفيدوها. اما تاني نوع من احماض الفا هيدروكسي هو حمض اللاكتيك او لاكتيك اسيد، وهيدا هو مشتق من منتجات الالبان. طبعا كلكم سامعين الاساطير يلي بتقول انه كليوباترا كانت تتحمم باستخدام الحليب، وهيدا الشيء هو مصدر لحمض اللاكتيك. فاذا كان معها كليوباترا، حمض اللاكتيك هو بيعتبر اخف من حمض الجليكوليك لانه هو بيكون اكبر حجم، فاذا حتلاقي نتيجه اخف، بس حيكون كمان انعم على البشره. فاذا انتم جربتوا حمض الجليكوليك وكان كتير قاسي على بشرتكم، كان ما بتحمل بشرتكم ابدا، فيكم تستخدموا حمض اللاكتيك لانه حيكون هو اخف، فاذا هو مناسب اكثر للبشره الحساسه اللي من سبب الجليكوليك. حتلاقوا انه في دراسات اقل بتثبت فعاليه حمض اللاكتيك، بس هذا الشيء ما بيعني انه منه فعال. في كتير عالم بتحكي عنه انه هو كتير ساعدها، بس حيلاقوا نتيجه اخف من استخدام حمض الجليكوليك. مثل ما قلنا ننتقل هلا للنوع الثالث يلي هو حمض المندليك، يلي هو مشتق من اللوز المر. هيدا النوع هو بيعتبر اخف من اول اثنين، بس عنده فعاليه مختلفه. فإذا حمض المندليك هو حجمه أكبر من حمض اللاكتيك، بس عنده خصائص تانية يلي هي بيحمي من الجراثيم. فإذا هو مناسب للأشخاص يلي عندها حبوب، بس مش الأشخاص اللي بشرتها بتكون دهنية، لأنه في دراسات بتقول أنه يمكن هو يزيد من إفراز زيوت بالبشرة. فإذا هو بيعتبر أنه مناسب للأشخاص اللي بشرتها جافة ويلي هي بتعاني من الحبوب. فإذا أنتم من هذا النوع من الأشخاص، هذا النوع من الحمض
أحمض هو لألكن. كما أنه في دراسات تانية بتفرجي أنه هو بيقدر يفتح البشرة، فبالنسبة للتصبغات وتفتيحها إذا عندكم حبوب معلمة على الوجه فيكن تستخدموا كمان حمض المندلك. وهيك بنوصل للنوع الرابع يلي هو حمض سيتريك أو سيتريك أسيد، يلي هو مشتق من البرتقال أو الليمون. وكلنا بنعرف أنه كتير عالم بيحبوا يستخدموا الليمون بالبيت على وجههم لحتى يقشروا البشرة، ومثل ما حكينا بالفيديو الأول هيدا النوع من التقشير غير آمن، يمكن يحرق بشرتكم، مشان هيك فيكم تستخدموا منتجات فيها السيتريك أسيد. أظهرت الدراسات أنه استخدام حمض السيتريك لثلاث أشهر بنسبة 20% قدر يساعد البشرة بتصليح الأضرار من الشمس كالتصبغات، قدر يوحد لون البشرة، كما أنه بيقدر يسمك البشرة ويرطبها مثل ما بيعمل جليكوليك أسيد. بس حتلاقي أنه بيستخدم حمض السيتريك بالمنتجات عناية البشرة بنسبة قليلة جدا كمكون بيساعد على التقشير، بس ما حتلاقوه كتير بنسبة 20% لأنه بيعتبر أنه بحاسس البشرة وكتير صعب أنه ينعمل بأي تركيبة. بالنسبة لاستخدام أي مكون نشط مثل هالأنواع من أحماض الفواكه، في بعض الأشخاص بصير عندها حبوب بس يستخدموا هالمكونات النشطة لأول مرة، وهيدا الشيء طبيعي. هالحبوب بتطلع لبعض الأشخاص لأنه هالمكونات النشطة عم بتسرع معدل دوران الخلايا، وهيدا الشيء بيؤدي للحبوب يلي هي كما فوت تطلع بعدين تطلع هلأ بهالوقت. وهيدا الشيء بس نخلص منه ما بقى يطلع الحبوب، بس نستخدم أحماض الفواكه. فإذا أنتوا حابين تستخدموا مكونات نشطة لازم تحملوا شوي، إذا صار معكم هيدا ردة الفعل تتحملوا هالحبوب تنتروهن حتى يطلعوا كلهم ويروحوا لحتى فيكم تلاقوا نتيجة تبع هالأحماض على الوقت الطويل. وهيك بنكون حكينا عن كل أنواع أحماض ألفا هيدروكسي. هلأ بالنسبة للفيديو الجاي حيكون عن منتجات بنصح فيها، لأنه هلأ عرفنا كل شيء لازم نعرفه عن هالأحماض، صار فينا نحكي عن منتجات حنحكي فيهم. إذا بهمكن هيدا الموضوع بليز اكبسوا على اللايك، وأكيد أكيد اشتركوا بالقناة وشاركوا هيدا الفيديو مع أي حدا بتحسوا أنه حيستفيد من هالمعلومات القيمة. أنا أشوفكم بالحلقة الجاية نهار التنين. باي باي.